قال تسوية قال عن أي حل سياسي عم تحكي؟ عن أي مطالب ونزول وطلوع بوقت صار التطرف معشعش بمجتمعنا بعقول الصغار والكبار؟ طيب ما علينا، انسي سوريا، شوفي المنطقة كلها عايشة خوف الإرهاب. شو بدك تلاقي حل لسوريا وللعالم يلي حدك يمين وشمال؟ لما كانت هاي الأطفال عم تتربى على فكر البعث وطلائع البعث وكبرت ونادت بالحرية سميتوهم إرهابيين، كتير هلا مهتمين شو عم ينزرع بروسهم من داعش وغيرها؟ كان فيكن تمنعوا تفشي الإرهاب بكل سهولة يا سيادة المحقق، تقلعوه من شروشه كمان لو فهم النظام إنه الحل ما بيجي بالقمع ولا بالعسكرة. كان فيكن تفوتوا الفرصة على يلي عم يتصيدوا بالمي العكرة، بس للأسف تصيدوا وكتروا. محاربة الإرهاب يا سيادة المحقق بتجي ببناء دولة المؤسسات، مو دكاني للمحسوبيات والمنفعة والسمسرة يلي كان بشار الأسد وحاشيته عم ينتهجوها.